السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن حق الرجل على المرأة وتبيان لماذا جعل الله القيامة، يعني رجل قائم، الرجال قوامون على النساء، وشو هي الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة بدرجة. لأني حضرت مرة على اليوتيوب واحد اسمه عدنان إبراهيم، بقولوا عنه علامة ودكتور وأبصر إيش، وبقول إن المرأة لا يجوز إلها، يعني مش من حق الرجل على زوجته أنها تخدمه. يعني لو طلب الرجل من زوجته كأسة ماء أو أي شيء، هي حرة تنفذ أو ما تنفذ. فبدي أبين هذا الإنسان المدعي أنه ما بخاف الله سبحانه وتعالى، وعارض القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: لو أمرت مخلوق لأن يسجد لمخلوق، يسجد لمخلوق، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني ما في حدا بيسجد إلا لله. بس أقرب شيء للطاعة بعد الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة زوجها. فما بالك إذا الواحد طلب من زوجته حكى له والله يسوي جيبي لي كاس مية أو اعملي لي كذا، وحكت لك ليش الزوجة؟ لا، أنت مش من حقك عليه هذا الكلام. بعدين يعني تعجبت، قلت طيب إذا الوحدة زوجها اللي هو أحق من كل الجميع بالطاعة، فما يعني هل البنت عند أبوها لما أبوها يقول لها أعطيني شيء أو اعملي لي شيء بيقول لها مش حقك علي؟ أو أخوها لو طلب منها شيء برضه بقول لك مش حقها؟ والابن لما يجي يطلب من امه شيء، يعني تجي يقول لها جوعان طعمين، تقول لا ما عندي حق؟ يعني هذا كلام بكشعر البدن، اعوذ بالله من هالرجل هذا. قد ما سمعت عنه اشرطه تطاول على الصحابه وتطاول على الاديان وتطاول على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، وصار ايش يفتي من عنده بالراي، وأفتى بالموسيقى وتحليل الموسيقى، وكان يستشهد في شغلات كثيرة موضوع الموسيقى وإيش، واستشهد وهو بدعي العلم وأنه عالم، عالم ديني، وصار يستشهد بيتهوفن وبيكاسو ودافنشي. يعني إيش يعني أنت بتحكي بالدين جاي تستشهد بالعلماء الغرب الملحدين الكافرين؟ لا يجوز. فهذا إنسان يعني أنا بقول أعوذ بالله من الأشكال هاي اللي بدهم يخربوا الإسلام ويدمروه. أما أنا بدي أثبت شو حق الرجل على المرأة وتبيان لماذا جعل الله الرجال قوامون على النساء، وكذلك شو هي الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى رفع الرجال على النساء بدرجة. بنبلش على إيش؟ سورة النساء آية 34، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني الرجال قوامون على النساء، ليش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هسع فيه كثير من النساء أو الشيوخ بقول لك لا، الرجال قوامون على النساء بالنفقة، إذا ما أنفق عليها فهو ليس قوام عليه وما له حق الطاعة، وهذا كلام غير صحيح. لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الله فضل الرجل على المرأة، احنا نقول سمعنا واطعنا. وبعد ذلك يقول لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يعني وبما أنفقوا من أموالهم، يعني كمان والنفقة على الرجال. بس إذا الرجل مثلا حاله ضعيف وزوجته بتشتغل، معناته المرأة بتصير قوامة على الرجال؟ هذا كلام أعوذ بالله منه. بس هسه بورجيكم
ليش الرجال قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؟ طيب ولك فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فلا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هسه موضوع إذا كان في نشوز موضوع آخر إن شاء الله راح أشرح لإخواني شو معنى فعظوهن وهجرهن في المضاجع وشو معنى واضربوهن فلا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الساعة نيجي على سورة البقرة آية 228 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يعني المطلقات المرأة المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء يعني إيش ثلاثة أشهر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أي امرأة مطلقة وعرفت أنها حامل وأخفت ما في رحمها يعني ما في بطنها من حمل فهاي امرأة لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. أما أي امرأة مطلقة حملت يجب عليها أن تبلغ زوجها لأنه يصير قانون آخر غير ثلاثة أشهر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. يعني إذا الرجل بده يردها وصالحها ويصلح ما بينه وبين زوجته فهو أحق من أي إنسان آخر ما بيجوز أي إنسان يمنعه عن رد زوجته له. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم. بس عمنا نعرف الدرجة بس أول شغلة بدنا نجي على إيش الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بس شو تفضيل الله الرجال على النساء؟ قال تعالى بصوت النساء 32 بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أحبابي بالله كما قلت لكم في الآية هاي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني التفضيل هو بقول لك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني التفضيل إنه الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لو الله سبحانه وتعالى فضل الرجال النساء على الرجال إحنا الرجال لازم نقول سمعنا وطعنا لأنه هذا أمر والله فعال لما يريد. ما تسوي النساء هسه في عصرنا مش كلهم يعني بس الأكثرية بقول لك احنا بدنا حقوق المرأة بدنا المساواة. إذا رب العالمين اللي خلقنا فضل الرجال على النساء وفضلهم بدرجة وجعل الرجال قوامون على النساء تيجي المرأة بتقول لك أنا بدي حق المساواة إذا هاي المرأة عصت الله وكفرت في آياته ويا ويلها هاي من الله. هاي اتبعت النظام الغربي الكافر اللي بيقول المرأة مساوية للرجل. لا المرأة مش مساوية للرجل مش عشان الرجل أفضل منها لا لأنه الله سبحانه وتعالى فضل أمره إنه يفضل الرجل على المرأة. بقول لك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا. الرجل صحيح إنه فضلوا الله على المرأة وجعلوا درجة أعلى منها وجعلهم قوامون على النساء بس هاي مسؤولية كبرى مش لعبة لأن الرجل خيركم خيركم لأهله بده يحافظ على زوجته وينفق عليها وبده إيش عنده مسؤوليات يعني من المسؤوليات الجهاد. الجهاد مطلوب من الرجل وغير مطلوب من المرأة. عنده صلة القربة أو صلة الرحم
مطلوبة من الرجل وغير مطلوبة من المرأة. المرأة صرت رحم عندها أن تأمر زوجها أن يصل رحمه، غير هيك مطلوب على الرجل أن ينفق على والديه وعلى خواته وإخوانه إذا مقدروش، وعلى زوجته وأولاده. المرأة مش مفروض عليها النفقة إلا إذا هي جعبالة تشتغل وتتعب أو مجبورة بالشغل، ولا اختلفت الموضوع. بس أكثرية النساء مش مفروض عليهم حتى النفقة على أولادهم. زائد الرجل مكتوب عليه الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة في المسجد، المرأة غير مكتوب عليها، تصلي ببيتها. الرجل بذبح الذبائح، المرأة مش مطلوب منها تذبح. الرجل مطلوب عليه أذن وقيم الصلاة، المرأة مش مطلوب منها. الرجل بصوم شهر رمضان كامل ولازم يصلي الصلوات دائما في كل الحالات، المرأة لما يجيها الحيض ما بتصوم ولا بتصلي ولا بتطوب الكعبة ولا بتدخل، يعني مش مطلوب منها تطلع من بيتها. أحبابي بالله، ومع ذلك الله أعطى المرأة نصف ميراث الرجل. يعني الرجل مثلا له حصة، المرأة لها نصف الحصة، مع أنها ما بتنفق على حدا، والله أكرمها وأعطاها. وكذلك الرجل مطلوب منه الشهادة، المرأة شهادة ما تقبل لحالها، لازم تكون امرأتان. كله تسهيل للمرأة، لأنه الله سبحانه وتعالى عارف عليها حمل كبير، الأولاد والزوج، وبتحمل وبتولد وأم. يعني ما حدا يستهين في وضع المرأة يقول لك والله بدي حق المساواة. أصلا الجنة تحت أقدام الأمهات، وطاعة الوالدين وخاصة مصاحبة الأم أكثر من مصاحبة الأب، لأنها تعبت عليك أكثر. أما يجي واحد يقول لك لا مساواة وحقوق، هذا إنسان إن كان ذكر أو أنثى ما بخاف رب العالمين، وإذا ماتوا هم ثابتين عليها رايحين يعذبوا عذاب شديد يوم القيامة. وهذول اللي بدعوا العلم مثل عدنان إبراهيم، هذا أعوذ بالله منه، هذا إنسان يا ويله من الله، وبحذره إذا ما رجعوا تاب لله سبحانه وتعالى على اللي بفعله. ومش بس هيك، اتطاول على أكثرة الصحابة ودخل حاله في أمور ما إلنا دخل فيها. هذا الأمور الماضية بين الصحابة إحنا ما إلنا دخل فيها، مش لا يجوز أن نتكلم فيها. مين صاحب الحق ومن غير صاحب الحق، هاي أمر قضى وانتهى، الله مش رايح يحاسبنا عنها. أبو أنكر المهدي، وأنكر المسيح الدجال، وأنكر عيسى بن مريم، وأنكر أحاديث الرسول أكثريتها، وصار يتفلسف من عنده ويقول لك إيش الدرقندي ضعف. أنا سمعت إسحاق الحويني وهو عالم من علماء الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تلميذ للألباني ورجل عظيم، وزاده الله علما ونورا ورحمة الله الألباني، بقول لك إذا أهل الدرقندي حكى على البخاري بحق لهم، اثنين علماء ببعض، علماء حديث وتعبوا وسنوات طويلة وهم بيدرسوا الأحاديث. بيجيك واحد بيفتح كتاب وبقرأ بقول لك ضعف الدرقندي وقال، هذا العلماء أجلاء، ما بيجوز مثل عدنان إبراهيم وغيره يتطاول على مين، هذول العلماء العظام رحمة الله عليهم. ومش بس هيك، وأنكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وتطاول على سيدنا معاوية رضي الله عنه. هسا في ناس كثير من إخواننا الشيعة بقول لك ما بصير يا أخي، لا يجوز تطاولوا على أسيادكم، كل الصحابة أسيادنا رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما حسابهم عند ربي لو كنتم تعلمون. أنا ما بحاسبهم ولا إلي دخل أحاسبهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول أمام الله، والله راح يحاسبه إن كان على خطأ ولا على صواب. بس هذول صحابة صاحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، اختلفوا مع بعض
اتفقوا مع بعض امرهم الى الله سبحانه وتعالى. احنا ما علينا الا ايش نقدرهم لانهم ايش الاولون السابقون المهاجرين والانصار. لا يجوز تطاول على اي واحد من الصحابة، وهذا تطاول كثير على كثير من الصحابة، ودخل حاله في امور وهو مش قدها، وهو بفكر الموضوع حي وهو عند الله عظيم وراح يدفع الثمن غالي اذا ما تاب الى الله توبة نصوحة، هو امثاله. نفس الشغلة بسورة النحل عليه 71، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يعني زي ما فضل الرجل على النساء درجة، قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في ناس عندهم مال كثير وفي ناس فقراء، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اللهم أنا بنعمك لا أجحد، وهي النعمة الكبرى اللي إيش المقصودة أفبنعمة الله يجحدون يعني القرآن الكريم. طيب ليش الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض، فضل الرجال على النساء، وليش فضل بعضنا على بعض بالرزق وبالعلم وبشغلات كثيرة وبالقوة وبالشكل؟ يعني في ناس بتلاقيهم جميلين وفي ناس مثلا أقل جمالا، وفي ناس طوال وفي ناس قصار، وفي ناس حلوين كثير وفي ناس عضلات وفي ناس أضعاف، في ناس عباقرة، في ناس يا الله يا الله يفهم. ليش سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر؟ فهو فعل ما يريد. بس هون شو بقول لك سبحانه وتعالى في سورة الزخرف آية 32، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني إخواني بالله الله قسم رحمته بيننا وبمعيشتنا في الحياة الدنيا ورفع بعضنا فوق بعض درجات بالعلم أو بالمال أو بالجاه أو بالسلطان أو بالجمال أو أي شيء آخر. بس ليش؟ يتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني أنا بسخر زوجتي وزوجتي بسخر نفسها إلي، أنا بسخر نفسي لوالدي بكون إيش اللي بأمره فيه أنا مستعد أسوي طاعة الوالدين، بكون بوظيفة وعندي مسؤولين علي أنا مسخر لخدمة هذول الناس، أنا بكون جندي في الجيش بكون مسخر لقادة الجيش والدولة ورئيس الدولة، كل واحد مسخر للآخر. يعني ما فيها